المهم سيبك انت من الكلام ده، انا هعرف اسوي ازاي المسائل دي كلها. انا عايزك تركز دلوقتي في مكتب اسبانيا، اللي بالك هتبقى مسؤول عنه مسؤولية كبيرة، وكلها كام يوم كده وهتسافر انت ومراتك. مظبوط يا عمر؟ ما تتصورش انا مبسوطة قد ايه ان احنا هنسافر نعيش في اسبانيا. اصلك مش فاهم، انا طول عمري نفسي اعيش انا وانت في مكان محدش يعرفنا فيه. ليه يعني؟ واحنا رايحين نعيش في منفى. ايه منفى دي؟ بصراحه مها انا مش هقدر ابعد عن البلد دي. ما تقدرش ليه؟ يعني عاجبك الزباله والزحمه والمشاكل واخلاق الناس اللي بقت غريبه؟ انا بقى بحب مصر بعبالها كده، بمشاكلها وباحزانها وبناسها وبقرفها. وبعدين انا ايه اللي يخليني اتقلع من جذوري وانا عايش هنا زي الفل؟ ولما يبقى عندنا فرصه نعيش احسن من كده 100 مره نقول لا؟ ما نبعد بقى عن القرف اللي احنا فيه ده. لا مها مش هقدر اعمل كده، مش هقدر. ايه الرقص الحلو ده؟ لا عندك ايه ده؟ الا ده محبش حد يلمسني. لا نضحك على بعض ولا ايه؟ امال انت كل يوم والتاني بيجيلي ليه يا حلو؟ عايز الصراحه عجبتني، دخلت مزاجي، استلطفتك. لكن بقى الحدق يفهم كله بالاصول وبالحلال. لا انا كده مش فاهم قصدك ايه. قصدي ايه؟ ده انت كلك مفهومين، يعني الحدق يفهم. لا اذا انا قصدك على جواز انا اختم بتاع جواز. خلاص يا حبيبي، وانا ما ضربتكش على ايدك، فاهم يا روحي؟ ولا غصبت عليك، انت اللي انت عاوزه اعمله، لكن تلمسني بالحلال. راس ارقص لك، احنا بتوع فرجه وبس، لكن تميد ايدك عليا اقطعهالك كله بالحلال. ما اخبيش عليكم ان انا كل يوم بتفائل اكتر من اليوم اللي قبله، واقدر اقول لكم ان جولاتنا الانتخابيه جايبه نتائج ما كنتش احلم بيها. وطبعا الفضل ده يرجع لكم ويرجع لوقوفكم جنبي. العفو يا فندم، احنا كل اللي عملناه اللي احنا وضحنا بعض الحقائق اللي كانت غايبه عن ناس كتير عن حضرتك. قمنا بشرح البرنامج الانتخابي بحيث ان كل واحد يعرف ايه اللي هيوضع عليه في المستقبل. عظيم. احنا النهارده مطلوب مننا ان احنا نعمل خطه لمراقبه الانتخابات، ونشوف طريقه ازاي نواجه بيها بلطجيه الحزب، وازاي نقنع الشرطه ان احنا مستهدفين من حسين الشواربي ورجالته. ايوه يا فندم، بس عمليات التامين بتاعه الانتخابات دي ده دور الشرطه مش دورنا. انا هحاول اكلم مدير الامن، بس ان شاء الله كل شيء هيتم على ما يرام. احنا هدفنا هو خدمه الناس، فاكيد الناس هتقف جنبنا. ليه ما انتش عايز تسافر؟ تروح تتفسح؟ ده شغل. انا ما بفكرش ابدا اشتغل في اي مكان غير مصر. وايه بقى اللي يفرق؟ ما هو كله شغل، والشغل ده بالذات لنفسك. لا ده عبد القوي جديد عشان فلوسه تكتر. وماله يا اخويا لما فلوسه تكتر؟ ما هو كله لمصلحتك. انا ما بحسبهاش كده يا بابا. يبقى ما بتعرفش تحسب. يا بابا انا مش مقتنع بالسفر ده، ومقتنع ان مكاني هنا في الشغل. غلط اللي انت بتقوله ده، غلط يا ابني. احنا ما احناش عايزين مشاكل مع عبد القوي. الراجل خلاص رتب نفسه انك انت هتمسك المكتب اللي هناك، عايز يديلك خبره. وبعدين انا نفسي عايزه تعرف تخانين الراجل ده، تعرف كل كبيره وصغيره، محدش ضامن الظروف. انا مش موافق. انا كلمة الراجل ده قدروا علينا كتير قوي، مش معقول كل ما يطلب مننا حاجه نقول له لا. يا اخي يا اخي خلي عندك حسوه ملح، مش كفايه انه بيمول المول بتاعنا؟ الناس بتمشوع المول ده. كنت عايز اكلم حضرتك على المهندس كريم. يطلع مين المهندس كريم ده كمان؟ ده المهندس اللي ماسك المشروع، بيقول ان المقاول ده حروق بيغش في خلطه الاسمنت. عاشور بقى بيقول كلام غير ده، بيقول ان المهندس ده معطل الشغل ومرتشي، ولولا ان جاي عن طريق عبد القوي كان طرده.
ده غير بقى ان البني ادم اللي انت بتحميله ده بيلف حوالين اختك. بيلف ايه؟ الراجل خالد وشريف عايز يتجوزها. يتجوزها؟ انا اجوز بنتي لواحد انتهازي؟ بقى ترفض ابن المحافظ وتتجوز واحد ما نعرفش عنه حاجه؟ لا انا اعرف ان منى بتحب كريم. الله يلعن ابو الحب اللي هيبوظ لي مشاريعي دي. انا بقيت اكره الكلمه دي. ترى ايه؟ انتوا ما عادش وراكوا حاجه غير المشاكل. ما تاخذنيش يا نوسه اللي انا ما جتش وزورتك وبلغتك بالخبر الاسود ده. ما كنتش قادر، عشان كده بعت لك عسليه ومشمش. الخطه كانت جامده قوي، اصطدمت. الراجل كان غالي عليا قوي، اتخطف من وسطينا خطف كده. خسارتك عم حسن. شكر الله سعيكم يا خربوش. كلام ايه ده يا نوسه؟ ده الناس كانت بتعزيني، انا كنت واقف في اخد الخاطر مش قادر اقف على رجليا، كان اتنين رجاله شايليني شيل، والله العظيم كانوا بيعزيني كان ابويا، صدقي بالله انا عملت له ليله احسن من ليله ابويا. اه جبت له اتنين فوق مقرئين من المصيطين، كلفوني شيء وشويات. بس اقول ايه بقى؟ كله من خير عم حسن، انا لحم اكتفي من خيره والله. وخير عمك حسن ده راح فين؟ هيروح فين يعني؟ في حجر جمالات، مرات ابوكي، اختي حبيبتي. بس انا امنتها امانه والامانه لله، قلت لها نصيب نوسة على جنب. تخرجي لي انت بقى معززه مكرمه تاخدي نصيبك. اه. ريح نفسك يا سمكيه. نوسة يوم ما تخرج من هنا مش عايزه تشوف خلقه حد منكم. ووفر ملاليمك على نفسك. الله 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 الله. كلامي ده استهاني. في حد بيتبرى من اصله؟ من لحمه ودمه؟ لا، لا مؤاخذه بيعمل كده ابن الحرام. ونوسة بنت حلال. بنت حلال مصفي. وهي شافت منكو ايه غير القرف والبهدله؟ لا مؤاخذه يعني يا هاني، ما كلنا في الهوا سوا. طب اقول لحضرتك على حاجه، نوسه دي كانت الكل في الكل، وش السعد علينا. اه والله هي الظروف، بس هنعمل ايه؟ يعني لحد ظلامها ولا تسلاها على طرف. ما تقول لها نوسه انطقي. ما بقالوش لازمه الكلام ده يا خربوش. عموما كتر خيرك على اللي عملته، وربنا يقدرني على رد جمايلك. جمايل ايه بس يا بت؟ ده احنا اهل وزي الاخوات واكتر كمان. واللي في القلب في القلب، وانت عارف. تعرف يا اسمك ايه؟ خربوش استهاني، خدامك خربوش. لو عايز تعمل جميل في نوسه صحيح تعمل ايه؟ انا اعمل اي حاجه، انت تأمريني. انا رقبتي النوسه. خلي رقبتك ليك يا اخويا، ما تلزمناش. تبعد عنها انت وقلاضيشك وسيبوها في حالها بقى. نعم يا حاجه. كلام ايه ده يا بنت؟ حاجه وهيبه دي زي امي بالظبط، يعني اللي تقوله هو اللي يمشي. امك عموما كل حي بيعمل بأصله. أشوفك لما تخرج بالسلامة بعد ثلاث حتت. مع السلامة، والقلب دعيلك يا تجدهية. الواد ده قلبي ما استريحلوش أبدا. أنا خايفة العسلية ومش يفتكروا إن أنا مش عايزة أشوفهم. ده أنا بحبهم قوي زي إخواتي.